ناخذ قسمة آ مربع على 5، خليك معي. الدنيا ايش قد؟ الآ هي 3، للتربيع 9، باخذ قسمة 9 على 5 كم؟ 4. ب مكعب يعني 2 للتكعيب 8، باخذ قسمته على 5 كم؟ 3. 4 و3 7، باخذ قسمته على 5 كم؟ 2. الجواب فينك تعمل من الأول. أيوه اللي بعده، آ مربع يعني 3 للتربيع 9، شو الباقي؟ 4. ب بالأس 4 يعني 16، صحيح؟ 16 باقي قسمتها على 5 ايش قد؟ 1. 4 ناقص 1 3. حاج حكي حبابي. هي 4. ايه ماشي، يلا اللي بعده. خليك معي يا ابراهيم وتشوف ايش وتتذكر. لانه 4، لانه قال التربيع 9، 3 التربيع 9 بقسمت على 5 4، و2 بس 4 16 بقسمت على 5 1 8 صح. طلع معك 8. طيب يلا خملتك عنه. هذا بنكتب A زائد B للتكعيب، صح؟ من هي A زائد B؟ هي 6 للتكعيب. ال 6 باخذ قسمته على 5 كم؟ واحد. يعني الجواب ايش قد؟ 1. 2 زائد 4 6، باخذ قسمه 6 على 5 كم؟ 1. 1 بنص 3 1. شلون طلعت معكم؟ انا قولي تفضلي. حسبت هذا كله؟ انا واكيد راح يضل نفسه، بس اكيد راح تخربطي لانه كثير طويل هيك. هي قانون، قانون هي قانون، هو حاطط كلها مش مطبق القانون. يعني اصلا لو حسبناهم 2 للتكعيب 8 يعني 3، صح؟ قال التربيع 4 ضرب 4 16 يعني 1 ضرب 3 3. ب للتربيع يعني 16، منين جبت انا اول وحده؟ اي صح. ب للتربيع 16 ضرب 2 32 يعني 2 ضرب 6 ضرب 3 6 يعني 1، صح؟ صح. ب للتكعيب يعني 64 يعني 4، شد مجموعهم هذول 5 بيروحوا، شد مجموع هذول 6 باخذ قسمته على 5 كم؟ 1. هون كتبت 1؟ انا كاتب 2 بدل 1. برافو عليكم. يلا اللي بعده. صح. اكس بالاس اكس مربع 1، اكس مربع ايش قد؟ 16، باخذ قسمته على 6 كم؟ 16 فيها 6، يعني فيها 12 والباقي 4. اكس مكعب باقي قسمته على 6 كم؟ شوف شو بعمل، بضرب هون 4 ب 4 ب 4. بضرب ب 4، شو بتصير؟ 4 ضرب 4 16، 16 باقي قسمته 4. بلاحظ انه قد ما انضربت شو راح يضل معك دائما؟ لانه هو قال لك اكس 4، فبدك تضرب. ايوه بالضبط، دائما الجواب شو راح يكون؟ 4. طب انا حليت 4، معناته 4 بالاس باي اس دائما شو باقي قسمته على 6؟ 4. 4 و3 دائما باي اس باقي قسمته على 6 دائما ايش قال؟ 3. تمام. 3. هذا خرب الدنيا. تفضل ابراهيم. حليت 4 اس 2 اس 504. 500؟ قصدك 54. بس 4 بس 54 طلع معي جواب والباقي 1. جرب ضرب دائما باربعات، باربعات راح يضل الجواب دائما 4. اثنين طلع معك 1 اصلا. طلع معي 4 اس 2 اصلا 4 16 باقي قسمته على 6 4. طيب رجع نزله مره ثانيه، اسحب 2 من ال 54 خليها 27، صار عندك 4 بالاس 2 بالاس 27 كمان 4. رجع اسحب، رجع اسحب، راح تضل دائما جواب 4. يلا اللي بعده. خليك معي، خليك معي يا دنيا. كسر غير مقبول، صحيح؟ بنضيف 11 شو بيطلع؟ 19. ما بيمشي الحال، برجع بضيف 11 لحد 61. عن جد؟ يعني 5 الى 10؟ 55 55 زائد 8 63 63 تقسيم 7
شو طلع الجواب؟ تقسيم 11 عفوا عم نقسم على 11 نحن نقسم على 7 لا التسعة اعتبار هي مجموعة بواقي اللي 11 ما بنعمل فيها شيء خلص خلصنا دائما بتضل عم نضيف المقسوم عليه بتضل عم نضيف المقسوم عليه حتى يتقسم اخر شيء خليك معي حباب ابراهيم شو راح اعمل هون اول شيء نعكسه بصير 5 على 7 راح نضيف له 13 شو بصير لا 18 راح ارجع اضيف 13 شو بصير 31 راح ارجع اضيف 13 شو بصير 44 راح ارجع اضيف 13 شو بصير 57 راح ارجع اضيف 13 شو بصير 70 70 باقي 17 10 5 13 تعود الأجوبة؟ في طريقة ثالثة كمان إنك تقسم إنك شوف شو الأعداد اللي بتقسمتهم على 7 بيعطوك الباقي 5 مضاعفات 13 طريقة طويلة بس يعني ممكن يلا هيك أسهل شيء هيك الواحد ما بينسى ممكن يعني نقلبهم 4 أس 65 صح؟ 4 أس 2 بقسمتها على 5 شقد واحد وهذا يعتبر شيء جميل صحيح؟ واحد. هلأ بجي بحط 4 بالأس 2 بالأس بالأس 32 ما هيك؟ لأنه 32 بيعطيني 64 صحيح؟ شو بتضل الجواب واحد هلأ آخر شيء لحتى كمل ال 65 شو بضرب هون؟ بأربعة بيطلع الجواب شقد 4 هيك طالع معك إبراهيم؟ سيد؟ أربعة 16 واحد أنت ناقص ناقص 65 شوف هون فردي لأنه وين وصلت أنت وين خربطت؟ اشرح لي وأنا بساعدك أربعة بس 65 صح؟ أصل أربعة مشان تصير 65 اللي بعده يلا شلون بيكتب هذا التمرين الجميل؟ 3 على 2 بالأس ايش قد؟ بالأس 37 طبعا 3 على 2 عندي غير مقبولة 5 بالأس ايش قد؟ 5 بالأس 37 حلو شو العلاقة بين الخمسة وبين 24؟ هون السؤال الخمسة ضفنا لهون ضفنا 7 مقسومة عليه فصار 3 زائد 7 10 10 تقسيم 2 5 5 بالأس 73 5 بالأس 37 5 بالأس 2 25 ما بيمشي الحال صح؟ تعال شوف 5 بالأس 2 باقي قسمة 25 على 3 على 7 ايش قد؟ 4 4 هلا تضرب 5 5 مكعب بتصير 20 20 20 باقي قسمتها على 7 ايش قد؟ 6 هلا راح اضرب بكم؟ 5 بلس 4 شو بتصير؟ 30 30 بقسمتها على 7 ايش قد؟ 2 هلا راح اضرب بخمسة ثانية شو بتصير؟ 10 بقسمتها على 7 ايش قد؟ 3 هلا راح ارجع اضرب بخمسة مرة ثانية شو بتصير؟ 15 بقسمتها على 7 ايش قد؟ 1 وصلنا صح؟ طريق طويل بس وصلنا 37 تنكتب 5 بالأس 6 بالأس 6 ضرب 5 صح؟ 5 بالأس 6 باقي قسمته على 7 كم؟ 1 بالأس 6 يعني 1 ضرب 5 يعني 5 معناتها أحلاك تقول 3 بعد كده الأعزاب 5 يلا هون يلا 72 قسم على 7 2 2 بالأس 37 صح؟ ما هيك؟ 2 بالأس 37 يلا بنبل هي 2 بالأس 3 3 يعني 8 صح؟ هي 2 بالأس 3 بالأس ايش قد؟ بالأس 12 ضرب 3 2 بالأس 3 ضرب 12 2 بالأس 3 بالأس 12 بالأس 3 هذا 1 2 ضرب 2 صح؟ لأنه كتبت 3 وهنيك كتبت شو صار الجواب هون؟
2 2 زائد 5 7 شو بقى القسم تاع 7 0 مش طلع معك جواب صح ولا غلط جمعتهم مع بعض